لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث والإعلامي ماهر شاويش من مدينة إسطنبول التركية. أهلا بك سيدي. حياكم الله عليكم. هل لديكم تفاصيل حول احتشاد آلاف المستوطنين الليلة الماضية في باحات الحرم الإبراهيمي؟ لا، حقيقة هذه الاستباحة للمستوطنين في منطقة الحرم الإبراهيمي هي استباحات واقتحامات متكررة وتحدث بين وقت وآخر، لكن حقيقة ازدادت شدتها في مساء السبت وصباح الفجر اليوم. وطبعا هم كما يدعون بانهم يحتفلون بعيد يسمى لديهم عيد السيده ساره، ويمارسون في طقوسهم المزيفه والمنحرفه في هذا المكان المقدس، وهذا المكان الذي يعتبر ثاني اقدس مكان بعد المسجد الاقصى في فلسطين المحتله ككل. هذه الاستباحات والاقتحامات لا شك هي يعني مخالفه لكل الاعراف والقوانين الدوليه، وهي ايضا استباحه واضحه وايضا تمس مشاعر كل العرب والمسلمين في هذا التوقيت بالذات. كيف تفسر تزايد محاولات الاقتحام والانتهاكات الصهيونية تجاه الفلسطينيين ومقدساتهم خاصة في الفترة الأخيرة؟ يعني حقيقة لا يمكن أن نضع التوقيت جانبا ونقول أن التوقيت غير مناسب أو غير مرتبط بواقع معين، في سواء على المستوى الوطني الفلسطيني أو المستوى العربي والإسلامي. أنا أعتقد بتقديري أن هذا مرتبط حقيقة بحالة الهرولة في التطبيع التي جرت في الآونة الأخيرة. هذه الهرولة في التطبيع لا شك شكلت بيئة مناسبة وخصبة حتى تزداد عربة هؤلاء المستوطنين وتزداد اقتحاماتهم بهذا الشكل غير المسبوق. هذا التطبيع مع الأسف شكل هذه البيئة وساعد على أيضا على قضايا أخرى متعلقة في الاستيطان. بالأمس ليبرمان يدعو إلى بناء مستوطنة جديدة أو بناء سكن استيطاني جديد في سوق الخليل، سوق الجملة في منطقة الخليل. كل هذه الممارسات حقيقة الذي يشكل لها بيئة خصبة هو حقيقة تراجع، يعني زيادة عملية التطبيع ومع الأسف تراجع التضامن والدعم والمساندة للقضية الفلسطينية في هذا التوقيت بالذات. في ظل هذه الانتهاكات وردت أنباء عن اعتقال جيش الاحتلال لثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إلى أي مدى تظن أن تصعيد قوات الاحتلال يأتي بهدف الكشف عن منفذ عملية طعن المستوطنين منذ الشهر الماضي؟ بدون شك هناك أعتقد ربط بين عملية بركان التي قام بها يعني الفدائي العلوة، ويحاول الكيان الصهيوني أن يبحث عن هذا الفدائي البصل ويبرر هذه الاعتقادات بانها تاتي في بسبب يعني محاولات الكشف على هذا البصل. نحن نتمنى حقيقه يعني الحمايه والامن لهذا البصل، ونتمنى ان لا يصل له العدو الصهيوني. وايضا هي يعني كل هذه الاجراءات هي اجراءات تاتي في ظل الرد على تصاعد عمليات المقاومه سواء الشعبيه في قطاع غزه او المقاومه العسكريه والمسلحه في الضفه الغربيه. في السياق ذاته، هل من معلومات عن عمدة القدس الذي اعتقلته قوات الاحتلال مجددا؟ لا يوجد اي معلومات حقيقة لدي، ولا يوجد اي مستجد في هذه النقطة بالذات، يعني حتى ساعة الحديث تكون معي. اشكرك جزيل الشكر الباحث والاعلامي الفلسطيني ماهر شاويش، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية.